على مستوى وزارة الموارد المائية، شنو المشاريع اللي أنيطت فيكم اللي تم تنفيذها اللي ترومون تنفيذها بالمستقبل خدمة لصالح؟ الحقيقة طبعا هي الواقع الشعار الأساسي في البرنامج الحكومي هو تعرف الخدمات ومكافحة الفساد. الخدمات الواقع احنا تأشر عندنا 26 مشروع متلكئ دخل ضمن البرنامج الحكومي، لكن الواقع احنا ليس فقط 26 مشروع متلكئ، عندنا ايضا 76 مشروع اخر متلكئ. الواقع عملنا على أن كل المشاريع المتلكة نستعيدها،